Let's go. احنا بنشهد تطور تاريخي في فلسفة صناعة الألعاب، وألدن رينج كانت أحدث نقطة في التطور دوت. في الفيديو دوت احنا هنتناول سؤال على بال ناس كتير، ايه اللي خلى ألدن رينج تاكل الجو من هورايزن فوربيدن ويست؟ اهلا بيكم من تاني على قناة مانجا 64، بوابتكم لكل ما يخص عالم الفيديو جيمز. لو ديت اول مرة ليكم على القناة ياريت تعملوا سبسكرايب، وفي كل الاحوال لو استمتعتم بالفيديو وعجبكم ياريت تعملوا عليه لايك، وهكون متشكر جدا لدعمكم. عادة لما بيبقى في مواضيع سخنة والناس بتتناقش حواليها، والموضوع بتاع الفيديو دوت الحقيقة كان فيه عليه نقاش حار جدا انا لاحظته في تويتر، بيتم القاء الاتهامات يمينا ويسارا بان فلان بيطبل وعلان بيطبل، وانا اتقال كتير ان انا مطبلاتي شوية لنينتندو شوية لمايكروسوفت شوية لبلاي ستيشن. فعلشان نقفل الموضوع دوت انا حابب اعرض لكم لقطات حصرية لمانجا 64 مش عاوزكم انكم تشوفوها. اظن ان انا كده اديت الدليل القاطع ان انا مطبلاتي الالدن رينج لاي حد كان داخل مشحون ومصمم على الفكرة ديت ومش هيغير الفكرة ديت عني او عن اي حد ممكن يبقى عنده وجهة النظر اللي انا هعرضها دلوقتي. فلباقي الناس كملوا فرجة. طبعا انا لما بقول ان الالدن رينج اكلت الجو من هورايزن فوربيدن ويست، ده مش معناه ان الالدن رينج افضل بالضرورة، ولا دوت معناه ان هورايزن فوربيدن ويست لعبة سيئة. انا بس حبيت اوضح الفكرة ديت من الاول، مش هو ده اللي احنا بنتكلم عنه خالص. لما بنقول ان الدن رينج اكلت الجو من هورايزن فوربيدن ويست نقصد ايه، وايه الدليل على ده؟ الموضوع ابتدى في مواقع التصنيفات والتقييمات للالعاب. زي ما احنا فاكرين طبعا هورايزن فوربيدن ويست نزلت في منتصف فبراير 2022، تقريبا اسبوع قبل الدن رينج. وزي ما انتوا شايفين اجمالي تقييمات اللعبة ادالنا معدل متوسط 88% لهورايزن فوربيدن ويست. بعدها باسبوع ابتدى يبان ان على الاقل بالنسبة للنقاد في فجوة كبيرة ما بين الدن رينج وهورايزن فوربيدن ويست، لان الدن رينج حصلت زي ما احنا شايفين على اجمالي تقييمات وصلها المعدل 96%. دوت بيخلي الدن رينج في مصاف الاساطير، مش في 2022 بس، في تاريخ عالم صناعة الالعاب بالكامل. دوت ادى لان بعض الافراد في فرق تطوير غوريلا اللي بيعملوا سلسلة هورايزن، وكذلك في يوبي سوفت اللي ما كانش لهم دعوة بالعركة ديت، يصدروا تويتات فيها نقد حاد جدا لمراجعين ومقيمين الألعاب. من وجهة نظرهم المقيمين لا يبالوا بأهم الأشياء والعناصر في صناعة الألعاب، واتكلموا عن اليوزر اكسبيرينس وتصميم المهام والحاجات اللي بهذا الشكل. بالنسبة للبعض دوت كان نقد، بالنسبة للبعض الآخر دي كانت نفسنا على نجاح الدن رينج. لكن عاوز أقول لكم على حاجة، مش هو ده الدليل على أن الدن رينج أكلت الجو، هي كانت مقدمة لطوفان جه بعد كده. في قطاع واسع من الجيمرز اتهوسوا بألدن رينج، وانا من الناس ديت، على الرغم من ان انا كنت ابتديت هورايزن فوربيدن ويست بحكم طبعا انها نزلت اسبوع قبل ألدن رينج، لكن لقيت نفسي على الرغم ان انا استثمرت وقت معقول جدا في هورايزن فوربيدن ويست، وتقدر نقول ان انا كنت يعني واخد خطوتين ثلاثة سابق بيهم تقدمي في ألدن رينج، ألا يعني في ظرف يومين ثلاثة لقيت ان انا التقدم اللي عملته في هورايزن فوربيدن ويست اوريدي عديته على الاقل بالنظر لعدد ساعات اللعب في ألدن رينج، وما كنتش لسه حتى اعتبر ابتديت المغامرة بجد في اللعبة ديت. ولو نظرنا للإحصاءات هنلاقي ان اكتر لعبة اتعمل عليها تويتات في الربع الاول من 2022، يعني بنتكلم من يناير لحد مارس، كانت الدن رينج، لو ما حسبناش العاب الاونلاين والباتل رويال. نفس النمط دوت شفناه في منصة مهمة جدا وهي تويتش، اكتر لعبة الناس اتفرجت عليها في برضو الربع الاول من العام كانت هي الدن رينج، تاني باستثناء العاب الباتل رويال والاونلاين. بعض الناس بتقول ان السبب في دوت هو تطبيل الاعلام لألدن رينج. انا صراحة مش شايف دليل على هذا الامر ولا شواهد عليه، يعني حتى لو تقييمات المراجعين ممكن نعتبرها نوع من انواع التطبيل، وانا مش شايف ان المجرد ان هم اتفقوا ان ألدن رينج تعتبر لعبة اسطورية، حتى لو الامر كذلك دوت يجي لا شيء جنب
قوة الدعاية بتاعت سوني لواحدة من أهم ألعابها الحصرية. يعني يا جماعة إيلوي وهورايزن فوربيدن ويست اتعمل لها إعلانات في أهم الشوارع في الغرب، إيلوي طلعت في غلاف مجلة فانيتي فير. انتوا متخيلين سوني دفعت قد ايه علشان الموضوع دوت يحصل؟ ده إيلوي اتعمل لها تمثال في إيطاليا، تمثال كبير، تمثال بجد. ده بجانب إعلانات اليوتيوب والجوجل والفيسبوك واللي واللي واللي، ده حتى على التلفزيون في بعض الأماكن. أنا في البلد اللي أنا عايش فيها كان في التلفزيون إعلانات لهورايزن فوربيدن ويست. أنت استحالة فروم سوفتوير كانت تقرب حتى من حجم الدعاية اللي سوني عملتها. ففكرة تطبيل الإعلام دي صعبة جدا، صعبة جدا إنك أنت تطلع منها باستنتاج إن بطريقة ما قدروا يخلوا ألدن رينج تغلوش على هورايزن فوربيدن ويست، وهورايزن فوربيدن ويست مصروف عليها الملايين والملايين من الدولارات في الدعاية. وقبل ما حد يقول عليا ان انا، والله انا بحب إيلوي، بحبها وهي مقلبزة وهي مش مقلبزة، وجايب لها حتى مجسم فانكو اهو، اهو ادي الدليل اهو. المهم ان تفوق ألدن رينج على هورايزن فوربيدن ويست على الاقل في جزئية إثارة وجذب اهتمام اللاعبين والكلام الكتير عنها في السوشيال ميديا لدرجة انها اكلت الجو، اثار تساؤل كبير جدا ازاي دوت حصل. لان على الورق هورايزن فوربيدن ويست المفروض كانت تتفوق على ألدن رينج تقريبا في كل حاجة. يعني مثلا من ناحية الجماليات والتقديم، هورايزن فوربيدن ويست من منظور تقني اقوى بكتير من ألدن رينج، اظن ديت حاجة موضوعية ممكن نتفق عليها. خدوا بالكم بقول من ناحية تقنية، ممكن واحد يحب الارت ستايل او اتجاه الاخراج والرسم بتاع ألدن رينج اكتر. انا كده، انا افضل ألدن رينج لانها سوداوية وظالمة وغامضة، انا بحب الجو دوت. لكن لما ابص بعيني على عالم ألدن رينج وصاد عالم هورايزن فوربيدن ويست، اظن ان الفرق واضح والكفة في صالح هورايزن فوربيدن ويست. وموضوع التقديم والجماليات دوت عامل مهم بالنسبة لقطاع واسع من الجيمرز، يمكن في بعض الأحيان بيهمهم أكتر من الجيم بلاي. تاني حاجة، طور اللعب بتاع ألدن رينج جمهوره محدود مقارنة بألعاب العوالم المفتوحة اللي فيها تقمص أدوار وأكشن وسهل إنك تلعبها وتفهمها زي هورايزن فوربيدن ويست. المفروض كان يخلي الكفة لصالح هورايزن فوربيدن ويست، ناس أكتر تروح تلعب اللعبة، ناس أكتر تتكلم عنها، نشوف تويتات وستريمات بالعبيط لهورايزن فوربيدن ويست، بينما تبقى ألدن رينج للنيش، للناس القليلة اللي بتستمتع بألعاب السولز. لكن دوت برضو ما حصلش. بس تعالوا ناخد خطوة لورا شوية، تعالوا نقول ان جزء من المعضلة او الاشكالية ان المقارنة ما بين هورايزن فوربيدن ويست وألدن رينج مبسطة زيادة عن اللزوم، ويمكن كمان مش سليمة. يعني هو صحيح ان اللعبتين open world، ولكن فلسفة التصميم مختلفة بين اللعبتين. يعني عاوز اقول انها مش مقارنة ما بين كوكاكولا وبيبسي، وبالمناسبة كوكاكولا احسن. ممكن نقول انها مقارنة ما بين كوكاكولا وبيبسي من ناحية، ودكتور بيبر من ناحية تانية. الاتنين مشروبات غازية، الاتنين في بعض الاحيان بيبقى فيهم كافيين، لكن مختلفين بشكل كافي ان احنا نتكلم عنهم كحاجات مختلفة. هورايزن فوربيدن ويست بتتبع التركيبة التقليدية لألعاب العوالم المفتوحة، وممكن نقول كمان انها اتقنتها لحد يقارب الكمال. طب ايه الكلام الكبير دوت يا عم مانجا، وايه هي التركيبة التقليدية لألعاب العوالم المفتوحة والبلا بلا بلا اللي انت بتقوله دوت؟ وضح لنا لو سمحت. ممكن نقول ان ألعاب العوالم المفتوحة التقليدية لها ثلاث ملامح مرتبطة ببعض. اول حاجة اولوية السردية القصصية المركزة، ويكون لها جانب خطي بارز حتى لو في نهايات مختلفة. تاني حاجة، عالم مفتوح صحيح لكن مربوط بمجموعة من المهام الأساسية والفرعية. ثالثا، الألعاب ديت بترشد اللاعب، بتاخده من إيده وتوضح له بالظبط أماكن المهام فين ومحتاج يروح فين ومقتضيات إتمام المهام إيه، والقصة ممكن تستمر لما تروح في أنه حتة وتعمل إيه بالظبط. ألدن رينج بقى بتاخد تصميم ألعاب العوالم المفتوحة الاتجاه مختلف كتير عنده. لكن علشان نفهم الموضوع دوت كويس، محتاجين نرجع بالزمن لورا شوية، وبالتحديد للعبة برضو
أكلت الجو من سلسلة هورايزون في 2017، وهنا احنا بنتكلم عن Breath of the Wild. Breath of the Wild كانت أول لعبة عالم مفتوح في سلسلة زلدا، ولكن عوضا عن إتباع التركيبة التقليدية، مطورين اللعبة قدروا يعيدوا تعريف الطور دوت من الألعاب بطريقتين مرتبطين ببعض. أول حاجة إعطاء اللاعب قدر غير مسبوق من الحرية، وتاني حاجة تقديم أقل مساعدة أو إرشاد للاعب. ودوت خلق لنا تجربة فريدة، لأن عالم اللعبة تصدر المشهد، يعني عوضا عن السردية القصصية، وأصبح أكتر من مجرد مسرح مترابط بنقاط خطية بتوصل نقطتين على الخريطة. ونينتندو أخدت ده بشكل راديكالي، لدرجة أن تقريبا كل شيء في اللعبة اختياري، يعني لو عاوز تواجه آخر رئيس في اللعبة مباشرة بعد دقائق من بداية اللعبة تقدر تعمل كده. في نفس الوقت لو عاوز تضيع في عالم حقيقي قابل للاستكشاف من كل زاوية، فاللعبة هتسمح لك بده. ألعاب كتيرة بعد Breath of the Wild تأثرت بالفلسفة ديت، ولكن يمكن مفيش لعبة تأثرت بيها أكتر من Elden Ring من وجهة نظري، اللي أخدت الفلسفة ديت لمستوى تاني خالص. يعني مثلا تخلصوا من قوائم المهام تماما، ديت حاجة كانت موجودة في Breath of the Wild. مطورين From Software اللي عملوا Elden Ring كانوا قصدين زي Breath of the Wild، ويمكن أكتر، إن اللاعب يصنع مغامرته بنفسه من غير ما حد يمسك إيده. المهم إن احنا من هنا نقدر نفهم ليه المقارنة المباشرة بين Elden Ring و Horizon Forbidden West مش سليمة، يعني هي مش ببساطة مفضلة لعبتين من نفس طور الألعاب. وديت نقطة مهمة جدا نحطها في خلفية تفكيرنا لما نبتدي دلوقتي نفكر ونحاول نجاوب عن السؤال بتاع ليه Elden Ring غلوشت على Horizon Forbidden West. أول حاجة، في قطاع واسع من الجيمرز مال يا جماعة. Horizon Forbidden West بدون شك لعبة رائعة، ومن وجهة نظري لعبة أتقنت التركيبة التقليدية للألعاب العوالم المفتوحة بشكل هايل، لكن بعض العشرات والعشرات من نوع دوت من الألعاب عبر السنين، وحتى وإن كانت بتتطور وبتتغير، ففي جيمرز خلاص بقوا حاسين بالرتابة، يمكن لما يفتحوا النوع دوت من الألعاب ويلعبوها ساعتين ثلاثة بيحسوا ان هم شافوا كل حاجة بالفعل، او مروا بالتجربة ديت بالفعل. يعني بالنسبة لهم لعبة زي سبايدر مان او اساسنز كريد واكيد هورايزن ما هم الا تغيير للمسرح وللشكل القشري للعبة، بينما الجوهر وفلسفة التصميم تقريبا نفس الشيء. وفعلا بالنسبة للاعبين كتير الالعاب ديت بتفتقد نظرتها بعد شرائها يمكن بعشر ساعات. وده تاخدنا للنقطة التانية، وهو ان Elden Ring بالمقارنة بتقدم تجربة مألوفة صحيح، لكن مختلفة بالشكل الكافي، لانها فعلا بتقدر تبهر وتفاجئ اللاعب، وبخاصة ان اللعبة مش بتاخدك من ايدك وتمشيك في عالمها، انت اللي بتصنع قصتك. ودوت ياخدنا النقطة تالتة مهمة جدا، وهو ان Elden Ring حققت شيء نادر في عالم الالعاب حاليا، وهو إرجاع أهمية مجتمع الجيمرز وتواصلهم سوياً للمشاركة، سواء بقى بالإرشادات، بالنصايح، بالاكتشافات، أو ناس عندها أسئلة زي أيام زمان. طبعاً لما أقول زمان ما أقصدش أيام الأتاري ولا حتى السوبر نينتندو لما كانش فيه إنترنت، لا أقصد أقول أيام زمان يعني في أوائل الألفينات، يمكن في أواخر كمان التسعينات، لما كانت الناس بتتواصل مع بعض على الفورمز، يتكلموا عن ألعاب، يشاركوا شغفهم سوا، وديت حاجة بقت مفتقدة. وده ياخدنا للنقطة الرابعة، نمو مجتمع كده بشكل عضوي أو طبيعي حوالين Elden Ring خلق دوامة. الدوامة دي شدت الناس إن هم كمان يكونوا جزء من التجربة الاجتماعية دي، بجانب طبعا إن أصبحت دعاية اللعبة تلقائية من اللاعبين نفسهم ومن على لسانهم، ومعروف جدا إن من أفضل وأهم أنواع الدعاية دعاية الورد أوف ماوث، لما حد أنت تعرفه وبتثق فيه يقولك المنتج دوت كويس، لان هتصدقه غالبا، لان ما عندوش مصلحة انك تشتري المنتج ده. واخر نقطة، حاجة تخص تصميم اللعبة ذات نفسها. بصوا يا جماعة، العاب السولز صعبة جدا، يعني محدش كان يتصور ان لعبة من العاب السولز عند انطلاقها تبيع الملايين والملايين من النسخ بهذا الشكل، لدرجة ان اللعبة دلوقتي نقدر نقول عليها بقت مينستريم. الفكرة ان Elden Ring على الرغم انها لعبة صعبة، لكن ليها طريقة انها تخلي اللاعب يستمر، انه ما يستسلمش، مع ان اصلا اساس اللعبة انك تتجلد.
ايوه مواجهه الرؤساء اصعب، وبالنسبه للبعض وديت حاجه فيها خلاف، وانا مش خبير في العاب السولز عشان افتي في الموضوع دوت. في ناس بتقول الدن رينج اصعب من دارك سولز 3، في ناس بتقول لك لا، ميكانيكيات الرؤساء اكتر عمق واكثر تعقيدا في الدن رينج. انا ما اقدرش افتي في الموضوع دوت، وبعيدا عن انه واحد في الناس ديت صح مش مهم، الفكرة ان كده ولا كده في درجة من الصعوبة، بس مفيش حتة هتقف عندها. يعني ايوه في رؤساء معينين لازم تقتلهم عشان تتقدم في القصة، بس لو في رئيس تعبك وقرفك مش مشكلة، خد حصانك وخد نفسك واقعد لف، انزل تحت في بير، اطلع فوق على جبل، امشي في مية، حارب الرئيس دوت، جمع السولز ديت، روح هات السلاح الفلاني، تلاقي رئيس اخر تقابله تقف عنده، تقوم رايح في حتة دي. كانت تجربتي، انا كنت ساعات انا مش قادر احارب الرئيس دوت، طب ما تعالوا نشوف الرئيس دوت يمكن يوقع لي حاجة، اروح له يجلدني، اروح للتالت يجلدني، اروح للرابع الاقي نفسي وقعت في حتة، الاقي حاجة فادتني. ايه ده، تجربة نادرة. ومع الوقت الرئيس بقى الصعب اللي كان قرفك دوت تقدر ترجع له وتعلمه الادب، ودوت طبعا بيغذي في النقاط السابقة اللي اتكلمنا عليها. ليه؟ لانك لما بتكتشف حاجة جديدة تقوم داخل على تويتر ولا داخل على الفيسبوك ولا ايا كان، وتقول لهم يا جماعة بقول لكم ايه، انا لقيت السيف دوت، انا لقيت العصاية ديت، انا لقيت الكائن دوت يساعدني، والى اخره من هذه الامور. فاذا الموضوع مش ان الدن رينج بالضروره احسن من هورايزن فوربيدن ويست او العكس، ديت حاجه بترجع للذوق الشخصي واللي الناس عاوزاه من الجيمز قبل ما تشتريها وهي بتلعبها. لكن الدن رينج قدرت انها تيجي في وقت بيحصل تحول في فلسفه صناعه الالعاب، في وقت الناس زهقت، يمكن مش كل الناس لكن ناس كافيه زهقت من الاطار العادي المستمر النمطي اللي موجود، لدرجه ان لما تيجي حاجه في مراتب عاليه جدا زي هورايزن فوربيدن ويست بالطريقه اللي اللعبه طلعت بيها، يلاقوا ان هم مش مهتمين بيها على قد تجربه مختلفه جدا ويمكن على الورق اضعف. انا كنت متحمس ومهتم جدا ان انا اعمل الفيديو دوت، لان زي ما قلت في البداية انا بعتبر ان الدن رينج نقطة مهمة لتحول ما بيحصل في عالم صناعة الالعاب. يعني ما تستغربوش لو لقينا حتى الجزء الثالث من هورايزن بيقتبس شوية من الدن رينج، زي ما الدن رينج اقتبست من زلدة بريث اوف ذا وايلد، وبالمناسبة زي ما بريث اوف ذا وايلد اقتبست من حاجات زي اساسنز كريد. دوت الطريقة اللي التطور بيحصل فيها. يعني عايز اقول في الاخر مفيش داعي للعراك والخناق، المهم انك انت تبقى مبسوط لما تجيب اللعبة، والاهم من كده انك ما تبقاش لاي شركة او لعبة او منصة او علامة تجارية. اتمنى انكم تكونوا قضيتوا وقت لطيف معايا وانكم تكونوا استمتعتوا بالفيديو، لو عجبكم يا ريت تعملوا عليه لايك، دوت بيقدم دعم كبير للقناة، ولو لسه ما اشتركتوش يا ريت تعملوا سبسكرايب عشان تتابعوا محتوى القناة اول باول، وما تنسوش تقولوا لي رايكم في اللي احنا اتناقشنا فيه في الكومنت سكشن. شكرا على المشاهدة، اشوفكم على خير في الفيديوهات الجاية، مع السلامة.